اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والموت والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعبة الحسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المظلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الساكين سالكين مصباح المقربين مهب الفقراء الغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة نفي الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے. اگر آپ درود تاج کو ایک دو مرتبہ پڑھ یا سن لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہر بیماری مصیبت پریشانی اور اگر 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جنات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے.